طالب مغردون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بالتنبه إلى دعاة القتال والموت بدعوى الجهاد وما يقومون به من تغرير للشباب وغسل أدمغتهم وبعد دفعهم للموت أو للاستغلال من قبل مخابرات دولية. الدعوة عادت بعد أن أعيد تسجيل لأحد مقاتلي داعش وهو يحض على القتال بشخصية مهزوزة يسعى لإخفائها بترديد عبارات قال المغردون إنه من باب أولى أن يبحث عنها هؤلاء الدعاة الذين يدفعون بأبناء المسلمين في العالم إلى الهلاك. يذكر أن داعش التي تحارب من قبل الثوار السوريين وهم معظم مقاتليها عرب وأيضا صغار في العمر. نتابع هذا التسجيل بداية. فاليوم إن شاء الله من اللحظات الأخيرة وقدوم العملية الاستشهادية إن شاء الله بعد ساعات إن شاء الله بإذن الله عز وجل. فاليوم نتسبح بهذه الأنهار الدنيا، هذه الأنهار الثانية إن شاء الله بإذن الله بعد ساعات في الأنهار الباقية الخلود إن شاء الله. أخوكم أبو طلحة الليبي آدم العدلي. الله أكبر. فأسأل الله رب العرش الكريم هذا ان شاء الله هون وبكره وبعد ساعات ان شاء الله، اي بكره حياه طويله بعد ساعات عند الله عز وجل، نلقى الله عز وجل. بحد انظر الى انهار الدنيا، انظر اللون، لون قبيح لكن ما عند الله سبحان الله. والله لسعاده يا اخو والله. معي من الرياض استشاري الطبي النفسي الدكتور جمال الطويرقي. اهلا بك دكتور. فعلا يعني شريط وصور ربما تعيد حسابات كثيرين، لكن دكتور كيف تتمكن هذه المجموعات من تحويل الشباب إلى هذه الذهنية، من ذهنية الإقبال على الحياة إلى ذهنية الانتحار وقتل الأبرياء باسم الجهاد والدين؟ كيف؟ طبعا هذا سؤال جميل جدا. معظم الشباب واللاجئين إلى هذه المشكلة أو هذه الجماعات التي تكون يعني نكرة في حد ذاتها وغير واضحة في اتجاهها سواء سياسي أو اقتصادي أو ديني، جميعهم هم يستغلون صغار السن، وعادة هذول صغار السن يكونوا منهم يعني منحرفين يعني نتيجة ظروف أو نتيجة سلوك معين، ومعظمهم يكونوا عندهم اضطرابات نفسية أو نتيجة أنهم تعطيهم المواد المخدرة أو من هو من ارتكب خطأ بسيط جدا في حياته وبدأ يفضفض أو يعني يصرح بهذا السلوك أو بهذا الخطأ الكبير في حياته للشيوخ الذين يعتقد أنهم شيوخ أو هم رجال إصلاح أو رجال دين، وهذا يستغل الشخص هذا في ضعف دينه ويطلب منه أنه غفران لا يتم إلا عن طريق القيام بعمل كبير جدا نهايته الجنة. وعادة يستغل هؤلاء الأشخاص بإعطائهم مواد يعني منشطة زي الكابتيجون، زي البنزودازابين، زي مواد الحشيش والهيروين، وهذا ما تجعل هؤلاء الأشخاص يندفعون. يعني نلاحظ هذا الشخص يقذف بنفسه في النهر بدون أي سبب، بدون أي يعني معنى أو دعوة يعني إلى أن هذا هو النهر، هو نهر الجنة. نعم دكتور، يعني عملية غسل الدماغ يرافقها مسألة استخدام الحبوب وبعض المواد الكيميائية لتغيير كيميائية الدماغ أو طريقة التفكير؟ نعم، يعني الله سبحانه وتعالى يعني حتى في الكتاب وفي القرآن أغلى شيء عند الإنسان حياته. وما ما ما فرض الله أو الإسلام على الناس أن يقتل المسلمين، يعني من قتل مسلما عامدا متعمدا فجزاؤه جهنم. فالعقل والدين ما يقول هذا الشيء، لكن هذا طبعا حتى تستغلها دول أجنبية، يعني نتكلم عن دول أمريكا الشمالية، نتكلم عن أوروبا، تستغلها لأشخاص حتى اللي هم موزعين المخدرات أحيانا. طيب. إذا أراد أنه هو يسبب مشاكل أمنية أو غير أمنية يستغل. ولا ننسى يعني بفضل هذه الحبوب أنه في أشياء تم إنجازها. نعم. يعني سد السد اللي في مصر اللي هو سد مصر الكبير، السد العالي، كان من قبل روسيا وكانت يعني تعطي هؤلاء العاملين مواد منشطه منها الكابتيجون لانهاء العمل في اسرع وقت ممكن. طيب دكتور، وكانت في كوارث وسارت. نعم. عليه دراسات. كونك ذكرت بانهم ربما يحاولون استهداف بعض الشخصيات الضعيفه او ما يعرف بالمصطلح الطبي suicidal personality او الشخصيه اللي لها القدره على الانتحار. نعم. او محبه الانتحار. هنا اريد ان استثمر وجودك ونوجه رساله الى الاهل. كيف يمكن ان يقي اليوم المجتمع هؤلاء الصغار من هذه المجموعات؟
أول شيء إحنا لازم نعرف إنه إحنا البيئة لازم إحنا أبنائنا سواء كانوا مراهقين أو في سن مبكرة 18 إن إحنا نحتويهم، إن إحنا نلاحظهم سلوكياتهم، تثقيفهم عن الجماعات المتطرفة، تثقيفهم عن السلوك المنحرف، الابتعاد عن المواد المخدرة والمسكرة. إذا كان أحد أبنائنا عنده مرض أو اضطراب نفسي يجب أن يتم المعالجة السريعة، يعني مو بس السوساد البسنتي، عندنا ما نسميه اكتئاب ثنائي القطب. ثنائي القطب أحيانا يحس أنه هو نبي أو رسول أو هو مجاهد في سبيل الله سوف يعيد راية الإسلام مرة أخرى أو الإمبراطورية الإسلامية. هذا مسكين يعني رايح يجاهد هو ما هو أصلا بكامل قواه العقلية. أي شكرا جزيلا على وجودك معنا، نتمنى أنه الرسالة وصلت إلى المجتمع والأهالي المتابعين. الآن استشاري الطب النفسي دكتور جمال الطويرقي، شكرا لك.